بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين دائما في إطار التكوين عن بعد وتحت إشراف مديرية التربية لولاية معسكر وبتأطير من السيد مفتش مادة الرياضيات. نقدم لأبناء التلاميذ الحصة الرابعة مع دروس الدالة التألفية الرابعة. إذن موردنا اليوم أبناء التلاميذ هو تمثيل دالة تألفية. سبق ولاحظنا، يعني تكلمنا عن تمثيل دالة خطية أبناء التلاميذ، وقلنا أن تمثيل دالة خطية هو يعني مستقيم يشمل المبدأ. لماذا؟ لأن الدالة الخطية تمثل لنا وضعية أو تعبر لنا عن وضعية تناسبية. إذن لاحظوا معي خلال هذا النشاط، نشاط مقترح أو موجود من الكتاب القديم، أنشئ المستقيم دي التمثيل البياني للدالة الخطية F حيث X يرفق بثلاثة X. اثنين، السؤال الثاني، أنشئ دي فتحة صورة دي بالانسحاب الذي يحول النقطة O إلى نقطة ذات إحداثيات أو آم ذات إحداثيات 0-2. ثم سؤال ثالث، تحقق من انتماء النقاط التمثيل البياني للدالة التألفية 3 إكس زائد 2، عفوا جيلي إكس يساوي 3 إكس زائد 2 إلى المستقيم دي فتحة، وماذا تستنتج؟ من خلال هذا النشاط أبناء التلاميذ راح نكتشف كيفاش نوصلوا ونمثلوا دالة تألفية. إذا لاحظ معي، لدينا به مثل الدالة التألفية كما تعلمنا سابقا، راح نوضع أنا ننطلق بالجدول المساعد، لأن تعلمنا لما نمثل دالة تألفية قلنا راح نحتاج إلى نقطة إضافة إلى المبدأ. إذن هذا الجدول نضع X ثم السطر الثاني F X والسطر الثالث خاصة للنقطة أو الإحداثيات. إذن هنا نعطي قيمة دائما عنا X، لما نعطي قيمة لـ X 0 يتظهر لنا الصورة F X 0، وبالتالي إحداثية هذه النقطة اللي هي نقطة المبدأ المعلم 0 0، يعني O إحداثيتها 0 0. الآن نعطي نقطة أخرى، أو يعني نختار نقطة أو قيمة، عفوا قيمة لـ X، مثلا احنا اخترنا يعني بدل X وضعنا 2، يعني قيمة لـ X هي 2. إذا لاحظ نحسب هذه 2 في الدالة F، في الدالة تاعنا F هذه، إذا 3 في 2 غنتحصل على الصورة اللي هي 6. إذا النقطة الثانية إحداثيتها 2 6 سميناها هنا A. إذا النقطتان O و A تنتميان إلى المستقيم دي، لأن سمونا في بداية النشاط مستقيم دي يعني اللي هو تمثيل الدالة الخطية. إذا قلنا نقطتان أو وأ تنتميان لمستقيم دي الذي معادلته إيجراد تساوي 3 إكس، وعرفنا سابقا بأن يعني المعادلة بدل يعني بنكتب أكيد لما نكتب معادلة بدل إف لي إكس نضع إيجراد، وهي معادلة المستقيم الممثل للدالة. المستقيم دي فتحة طلبوا من السؤال الثاني، راح نشوف التمثيل ونشوف التمثيل ونشوف بعدها المستقيم دي فتحة اللي هو صورة دي بالانسحاب الذي يحول نقطة O إلى M ذات إحداثيات 0-2. إذا لاحظ راح نشوف التمثيل ونشوف الصورة تاع المستقيم تاع هذا دي اللي هو دي فتحة. إذا لاحظوا معي جيدا، لاحظوا معي عندنا معلم، دائما عندنا المعلم، نضع عندنا أو إي و أو جي. عينا النقطة، بعد ما عينا النقطة A سبق وشتنا الإحداثية النقطتان هما النقطة الأولى اللي هي 0 0، النقطة الثانية هي 0، النقطة الأولى هي 0 0، النقطة الثانية 2 6. إذا الآن رسمنا التمثيل، نسميه هذا المستقيم دي، هو تمثيل الدالة الخطية. الآن طلبوا منا دي فتحة، هذه دي فتحة اللي هي صورة المستقيم هذا ولكن بالانسحاب الذي يعني يحول النقطة O، هذه O اللي هي مبدأ المعلم، إلى النقطة M اللي هي ماذا، هي وضعناها M اللي هي 0 2.
إذا لاحظوا الانسحاب تاعها، تحصلوا على المستقيم دي يفتح. إذا لاحظوا وتعلمنا سابقا صورة مستقيم بانسحاب هي مستقيم يوازي، صح؟ الآن بعد هذا شوفوا السؤال الذي طلبوه منا، قال تحقق بأن النقط يعني التي تنتمي إلى الدالة اللي طاوها لنا الآن هي كلها تنتمي المستقيم هذا اللي تحصل عليه اللي هو نشير له هنا باللون الأزرق. لاحظوا مثلا راح نحدد هنا 3 نقاط، يمكن التلميذ الآخر يحدد نقاط أخرى مثلا، ونشوفوا إن كانت يعني تنتمي للمستقيم وتنتمي للدالة في أن واحد ولا لا. إذا لاحظوا معي، نتحقق من انتماء نقاط التمثيل البيني للدالة جيلي إكس اللي هي جيلي إكس تساوي 3x + 2 إلى المستقيم دي فتحة، يعني اللي هو صورة المستقيم دي، صورة المستقيم الذي يمثل الدالة خطية. إذا لدينا جي لي صفر، نحسب جي لي صفر تساوي 3 × 0 + 2 = 2، وبالتالي هنا عندنا النقطة اللي هي إحداثيتها 0 و2، وكانت عندنا في الشكل اللي هي أم، النقطة أم اللي هي 0 و2. إذا ماذا نقول؟ هنا نلاحظ بأن نلاحظ بأن جي لي صفر تساوي 2، وهذا راه موجود في النقطة أم، ونقطة أم راهي تنتمي إلى المستقيم دي فتحة، إذا هنا راهي تنتمي. لاحظوا مع نقاط أخرى مثلا أيضا عندنا نحسب مثلا جيلي 2، لما حسبنا جيلي 2 احنا لقينا 8، وهذه 2 8، العدد 2 وصورته نفس بنفس الطريقة مع جي ناقص 2 وحسبنا ناقص 4. إذا وعندنا في الرسم عندنا نقطة اللي هي بي 2 8، إحداثيتها 2 8 تنتمي للمستقيم دي فتحة، و النقطة سي اللي هي إحداثيتها ناقص 2 ناقص 4 تنتمي أيضا إلى التمثيل أو اللي هو المستقيم دي فتحة اللي نتكلموا عليه. إذا لاحظوا كي حسبنا ناقص جي ناقص 2 لقينا ناقص 4، ها هي راهي موجودة هنا، جي لي 2 لقينا ناقص تساوي 8 لقينا يعني ها هي نقطة بي 2 8. يمكن بطريقة أخرى يمكن ننتقل يعني نأخذ أي نقطة مثلا من المستقيم ونلاحظ إن كانت يعني تنتمي لتمثيل الدالة هي، يعني نعوض في الدالة ونشوف. لازم نلقى لما نعوض بالفاصلة تاع النقطة هذه اللي خيرناها نلقى الترتيب تاعها. إذا النقطة تام بي وسي تنتميان يعني إلى المستقيم دي فتحة. إذا نقاط التمثيل البياني للدالة التألفية جيلي إكس تساوي 3x + 2 تنتمي إلى المستقيم دي فتحة. إذا شو الاستنتاج؟ ومن الاستنتاج نستنتج أن ماذا في رأيكم؟ المستقيم هذا اللي هو دي فتحة هو التمثيل البياني للدالة، شكون هي؟ للدالة جي. إذا دي فتحة هذاك هو التمثيل البياني، يعني رسمنا تمثيل بياني للدالة. النتيجة التمثيل البياني للدالة أو لدالة وليس للدالة، لدالة تألفية هو صورة تمثيل بياني لدالة خطية بانسحاب. لاحظنا بأن دي فتحة صورة دي بالانسحاب الذي يحول او إلى النقطة أم اللي هي 0 2. كحوصلة التمثيل البياني للدالة التألفية F حيث X يرفق بـ A X زائد B هو مجموعة النقاط ذات الإحداثيات X Y وهي تمثل مستقيما، نعرف بأن المستقيم هو مجموعة نقاط، إذا تمثل مستقيما معادلته Y تساوي A X زائد B، وإحنا كنا نقول الدالة F لـ X تساوي A X زائد B، إذا المعادلة تاع المستقيم هي Y تساوي A X زائد B. يسمى معامل توجيه المستقيم. الآن رانا لما رسمنا هذا المستقيم هذاك المستقيم هذاك A يعتبر معامل توجيه للمستقيم، و B الترتيب يسمى الترتيب إلى المبدأ. ملاحظة لإنشاء تمثيل بياني لدالة تألفية يكفي تعيين نقطتين، مادام أنه مستقيم إذا نحتاج إلى نقطتين. في الدالة الخطية كنا نعتمد يعني نقطة واحدة إضافة إلى نقطة المبدأ معلومة، يعني هو أيضا كان فيه نقطتين ولكن كنا نضيف نقطتين. الآن نقطتين في الحالة هذه نعين نقطتين ونرسم هذا المستقيم تاع الذي يمثل الدالة أو اللي هو تمثيل البياني للدالة. أعزائي التلاميذ نستثمر هذه المعرفة من خلال هذا التمرين. طاولة تمريننا تمرين مقترح مثل بيانين الدالة التألفية F حيث F يعني
الدالة حيث x يرفق ب x ناقص 2. المعامل A هنا راه واحد والمعامل B ناقص 2. إذا لاحظ كيف المثل، قلنا نحتاج إلى نقطتين، إذا نحتاج إلى الجدول المساعد دائما عندنا x ثم السطر الثاني f x، وتظهر لنا النقطة أو أقول إحداثيات النقطة. إذا لما نعطي قيمة لـ x اللي هي صفر تظهر لنا الصورة ناقص 2، إذا النقطة إحداثيتها سميناها A اللي هي صفر ناقص 2. ولما نعطي قيمة أخرى يعني مثلا 3، من الأفضل به نبعد على صفر، إذا هنا مثلا عطينا 3 كان يمكن بالإمكان يعطى يعني قيمة أكثر من 3، إذا 3 أعطتنا هنا بحالة الصورة تاعها هي 1، إذا النقطة هي ب إحداثيتها 3 1. النقطتان اللي هما أ صفر ذات إحداثية صفر ناقص 2 ونقطة ثانية ب ذات إحداثية 3 1 تنتميان إلى التمثيل البياني للدالة F والذي معادلته ماذا؟ x ناقص 2. إذا نروح للرسم، أول حاجة نرسم المعلم ونعلم النقاط. النقطة الأولى ب، تلاحظوا معي أبنائي التلاميذ ب هي علمنا أولا A اللي هي 0 ناقص 2 والنقطة الثانية ب اللي هي 3 1. والآن ما علينا إلا نرسم المستقيم الذي اللي هو التمثيل البياني لهذه الدالة ونكتب معادلة صفر. ملاحظة هنا أبنائي التلاميذ، لما يحدد لي اسم المستقيم الذي يمثل الدالة نكتب المستقيم نكتبه هنا، ولما لا يحدد لي المستقيم أو تسمية المستقيم نكتب ماذا؟ نكتب المعادلة اللي هي معادلة المستقيم. إذا y تساوي x ناقص 2. أبنائي التلاميذ، تمثيل دالة تألفية. ربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.